الناس اللي بتنضم لينا على قناة الشعوب وما يعرفوش ايه الوراق، عشان الخص لكم موضوع جزيرة الوراق عشان لما تتفرجوا تعرفوا تلك الكارثة، تكونوا معانا نفس الخط. دي جزيرة وبقعة خضراء يتيمة في قلب القاهرة، تلك المدينة الخرسانية اللي هي من اعلى عواصم العالم تلوثا. بنمارس زاد التلوث بقطع الاشجار من كل مكان زي ما حضراتكم متابعين. جزيرة الوراق هي اهم قطعة ارض في قلب القاهرة، والعصابة فلست، السيسي مديون بمليارات بلا حصر، مش عارف يجيب فلوس منين. من 2017 والامارات حط عينها على الجزيرة عشان تستثمرها. 5 سنوات من الصمود لأهالي الجزيرة أمام ميليشيات السيسي والبلطجية وقطاع الطرق وعزلها زي غزة. هكذا تعامل جزيرة الوراق في قلب القاهرة. الأهالي صامدين 5 سنين في ظل حصار ملوش أي وصف. كذا مرة حاول، مات ناس قبل كده إنه يقتحم الجزيرة، فشل فاكتفى بالحصار. لكن مع افلاس مصر والعصابة بتزداد عصبية ومحتاج اي فلوس باي شكل من الاشكال، العصابة خدت قرار انها تطرد الاهالي من الجزيرة وتخش ان شاء الله على جثثهم عشان تسلمها للامارات. قلت لك كله عايز حتة من لحم مصر، محدش هيديك فلوس كده. ده ملخص اتمنى انه لا يكون مخل لما حدث مع جزيرة الوراق في 5 سنين اللي فات. بالامس العصابة المجرمة قررت انها تقتحم وتضرب اهالي الجزيرة عشان تسلم الارض لصاحب البلد الحقيقي الامارات. لكن قبل ما اوريك مشاهد الاشتباكات اللي كانت بين قوات امن المجرم وبين اهالي جزيرة الوراق، عايز اوريك مشهد قد ايه الاجرام وصل للسيسي في مصر. امبارح حاولوا يحرقوا، لما الناس صمدت حاولوا يعملوا حريقه زي الحريقه اللي عملوها في رابعه. قوم الحريقه التهمت مباني في جزيره الوراق بسبب تلك العصابه. الدولة بتولع فينا. انقلب السحر على الساحر، سبحان ربك. حاولوا يستهدفوا بيوت الغلابة، ربك ضلل عينيهم وبوظ رميهم. استهدفوا مشروع السيسي، نصبايا كان عاملها داخل جزيرة الوراق، 20 عمارة، مساحة الشقة 60 متر، ب2 مليون جنيه للشقة. الأهالي تسيب بيوتها اللي ملكهم بتراب الفلوس وتروح تشتري شقة ب2 مليون جنيه على الجزيرة اللي هي الأرض ملكه من 100 و150 سنة. فالمشروع الحريق جه على مشروع العمارات بتاعت السيسي، سبحان ربك. تخيل حضرتك هذا الإجرام في قلب القاهرة، ومصر أم الإعلام وأم الصحافة وأم القنوات وأم النايل ساتات، ولا خبر.
الناس بتموت في 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 صمت، كل ساكت، ما فيش لقطة على اللي بيحصل في الوراق. المصيبة مش ان هم ساكتين ومش بيزيعوا، المصيبة ان الشعب ساكت. هم عصابة وبتدارع الجريمة، انما شعب ساكت على ايه؟ كل اللي سكت طالوا الوبا في يوم من الايام. انتوا ساكتين ليه؟ الجزيرة دي في غاية الاهمية للتنفس يا اخي. ناهيك عن حقوق الناس ان هم يعيشوا، مفيش ملكية فردية بتنزع بهذا الشكل. جحاف القوات الامن اقتحمت الجزيرة امبارح والنهاردة وحاولوا بكل الطرق يطردوا الاهالي، غاز مسيل للدموع، طلقات صوت، رصاص مطاطي. جمهورية جديدة بقى يا اخي. المجرم واخد التعليمات من الامارات، عايزين نستلم الجزيرة. وزي ما قال عبد الخالق عبد الله مستشار ابن زايد ده تحت جزمتنا لما كان بيتحدث عن السيسي، فدخلوا بهذا الاجرام عشان يطردوا اهالي الجزيرة باي ثمن. في الشعب ابدا على مر العصور اتهان وسحق بتلك الطريقه. لا، الحاجه اللي اتدربت عليها، اقوى حاجه اتدربت عليها قوات الامن متخصصه في التهجير والطرد والسحق وسحل الشعب. جيش ما بيضربش الا في اهله. يجي حد الناس اللي بتنضم ليها حديثا يقول لك يا ابني يا عبيط انت، بس انت بتبوظ كل حاجه، هو شاري السلاح ده كله بتاع الجيش عشان اللحظة الحساسة بيقوي جيشنا. كل السلاح اللي اشتراه السيسي متبرمج لا يمكن يعدي الحدود، لا يمكن اسرائيل تسكت على مشتريات السلاح دي الا اذا كانت الحد الادنى من التقنيات، يعني متفضي تاخد الطيارة بس متفضية ما تقدرش تعدي الحدود. كان مهتير محمد يتكلم عن هذا الموضوع، الطيارات كلها ما تقدرش انت معاك F-16 البسها. والله البسها، ما تقدرش تطيرها، ما تقدرش تعمل بيها اي حاجه، اخرها عروض جويه بس. فيش سلاح من ده مؤهل للاستخدام في اي حته. هو شوف حضرتك العربيه اللي بتشتريها فيها الشرائح الالكترونيه، اتكلمنا عليها وقت تايوان. الشريحه الالكترونيه دي تدمر كل العربيه، ما تخليهاش تتحرك ولا ليها اي قيمه، مجرد حته حديده. هكذا السلاح، الشرائح الالكترونية اللي متحكم فيها من بره ما تقدرش تعمل بيها اي حاجة. مسموح ليك تستخدم السلاح ده ضد الشعب، تطحن الشعب وتقتل الشعب، هو ده اللي بتستخدم فيه السلاح. بص حضرتك كمية الجيش اللي داخل يقتحم الجزيرة، ده الامن اللي بيقتحم جزيرة الوراق، بلد بتعيش أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ، يجي على إيه يطحن الغلاب بكل بجاحة وفجر؟ يقولك قال إيه، بهجر أهالي الجزيرة عشان أطور الجزيرة. منين تطور الجزيرة؟ منين؟ ملعون تطويركم يا أخي.
كمية السلاح والإجرام ده، أثيوبيا مالت السد، أكملت الملء الثالث. حسبي الله ونعم الوكيل. مدججين بالسلاح ما تحركوش بتلك الكمية من الجنود عشان يثأروا للجنود اللي ماتوا للأسف الشديد من أيام على الناحية الشرقية لقناة السويس. جيش ما تحركش لسد النهضة، ما تحركش لتيران وصنافير. تحرك ضد الشعب، مش الشعب بس اللي ساكت، الجيش كمان ساكت. جيش وقضوا كله، بلد مخطوفة. لكن أهل الوراق حتى اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها صامدين، رغم ظهر الأطفال والمعاناة ورغم الحصار، صامدين أكتر من 5 سنين. حد كاتب في التعليقات في البث المباشر في الفيسبوك، كلنا مع التنمية انما الناس دي حقها في منزل لائق وتعويض عن كل خسار. طبعا التنمية، بس لما تيجي جزيرة بقولك يتيمة فريدة تلك البقعة الخضراء في قلب القاهرة اللي بتأن من التلوث مبدئيا، حتى لو ما فيهاش بشر، نفترض الوراق دي ما فيهاش بشر، عشان تعمل فيها استثمار بهذا الشكل يجب موافقة مجلس الشعب حقيقي، اختاروا الشعب. ده موضوع مش سهل، مش طراطير بتجيبهم جايين المجلس مش عارفين جايين ليه، شوية طراطير البلد تحولت لطراطير طراطير طراطير. صلش كده، فبالك في بني ادمين. لو التعويض حقيقي يا جماعة، لو التعويض منصف كان الناس دي استقبلوا الاستثمار بالزغاريد، ما كانش ده يبقى أدائهم. لكن دي عصابة بتاخد كل حاجة بحكم السلاح وبترمي الناس الفتات. مشاهد اللي توريك الناس واعية جدا. الفيديو اللي هوريهولك ده، قوات الامن اللي اقتحمت الجزيرة عارفة ان هم مجرد اداة من ادوات الامارات، بتحركها الامارات مش السيسي حتى، الامارات. بص شوف الذل اللي كان فيه قوات الامن لما مواطن من اهل الجزيرة واجههم بحقيقتهم بكل شجاعة بهذا الشكل. 10 رجاله يا سعاده محترمين، اللي اتربينا على الرجوله ودافع على بيوتكم وعلى حريمكم، تيجوا تاخدوا بيوتنا عافيه كده وتشوفوا حريمنا عافيه وتخشوا البيوت عافيه. الله على الرجوله اللي اتربينا عليها. والله العظيم لو هتحرروا الوش ده كل ده بيت اللي اهاليكم تعبت وشقت عليكم عشان تروحوا تصلحوا الضباط قد الدنيا، تيجوا تاخدوا بيوتنا بالعافيه. الله، اما تروحوا البيت بالليل كده روحوا لعيالكم قولوا لهم روحنا هدينا بيوت على ناس غلابه عشان ناخدها للي معاهم فلوس. سقف يا جدعان. وحط نفسكم مكاننا، شوفوا بننام ازاي وسط عيالنا. سقفوا لهم تاني. سيب الربيعه كده وانتوا بتشوفوها كده. هيطلعوا يدافع عن البلد ازاي ويخش الجيش يعملوا ايه؟ ربنا هنموت ونعيش فيها رجاله. هنعيش ونموت فيها. في الظابط، مش هقول لك عسكري، في الظابط قدر يرفع وشه من الارض ويبص في وش الناس ويحط عينه في عينيهم. كل الضباط دي عارفة ان هم بيطردوا ولاد البلد عشان الكفيل، مش كفيل الشعب. الشعب كفيله ربك، لا كفيل المجرم العميل. فيش بص، ما قدروش يحطوا عينيهم في عينيه.
قال لهم كل الحقيقه، افرحوا كده وقولوا لعيالكم احنا رحنا دوسنا على الناس الغلابه وخدنا بيوتهم. اعلام الاجنبي النهارده قال لك الخليج هو اللي بيكفل السيسي، مشاهد عار غير مسبوقه في تاريخ البلاد اللي ابتليت بحكم العسكر. احمد بوسه المعلق املاك دوله، احمد بوسه المعلق راح بيقول لك املاك دوله، املاك دوله املاك مبارك ارهابيين. واحمد موسى ده بيتوه الورق اللي بيجي له بيقراه. هو حفظ الله ونعم الوكيل. مليون كيلو املاك دوله يا مجرمين، املاك دوله. انما يعني لا بني ادم ليه كرامه ولا ملكيته الفرديه ليها قدسيه ولا اي حاجه. كل ما تملكه سهل جدا يصحى جنزير دبابه يخلص على كل حاجه. عشان كده لما تقوم دوله بجد اهم حاجه فيها يكون القضاء، ان لما يظلمك ضابط ولا يظلمك بني ادم يبقى في قضاء حقيقي تلجأ ليه بعد الله عز وجل، وده مش موجود. اعلام دوله، دوله ايه، دوله ايه ده اعلام نجس. املاك دوله دي املاك دوله؟ اعلام ما بيتكلمش ولا بينقل اللي بيحصل في جزيره الوراق، ويوم ما يطلع يقول كلمه يقول لك اصل دي املاك الدوله. مفيش تعليمات لاي وسيله اعلاميه تنزل تصور الاشتباكات حتى من جانب الشرطه عشان تظهر اهل الوراق انهم ارهابيين وكده، ما انتوا عارفين اللعبه. لا، التعليمات صارمه، محدش يتكلم او يصور اللي بيحصل في الوراق. كلام عن الانجازات، ابراج جزيره الوراق اللي اهالي الجزيره اصحاب الارض المفروض يوافقوا ويبصموا بالجزمه ويسلموا ارضهم عشان تتعمل. 94 برج سكني مخطط تطوير جزيره الوراق فيديو وصور. شوف المجرمين كان مفيش عشرات الالاف من البني ادمين عايشين، كان مفيش بشر. اصلا الابراج دي من الناحيه الفنيه بهذا الحجم في وسط النيل مصيبه. لا دراسات جدوى ولا دراسات بيئيه ولا اي حاجه، ميه محيطه بها من كل الاتجاهات. يخرب بيت كده. لكن المجرم قال لك خلاص دي ابراج حرس والوراق بقت حرس، خلاص انسوهم دول كأنهم مش موجودين. استغفر الله العظيم، صراصير مش موجودين دول، خلاص دي ابراج حرس. لماذا اختارت الحكومه اسم حرس؟ بص 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 الدهول، بص الدهول. يخرب بيتك غلبت عدل طرطور. حته الدهول، بص 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 ازاي بيختار اشكال نكسه. عصابه المجرمه حاولت بكل الطرق تطرد الاهالي بهذا الشكل. حاجه دول بني ادمين دول. لو ما قلتلكش ان دي الورقه تفتكر المشهد ده في اراضينا المحتله. واحنا محتلين بعد ما جيشنا اتخطف. ما هو الناس بتعمل جيش ليه يا جماعه؟ عشان يحميها. عشان يبقى ستر وغطى عليها، لكن ده ما حصلش. جيش مخطوف وبيستخدم اقذر استخدام. كسرت الحكايه دي من ساعه ما لبسوا الجيش شرطه في وقت مذبحه رابعه اللي مرت ذكراها التاسعه من يومين، وبقى الجيش يعمل نفسه وسخة الشرطه. اشتباكات واعتقال عدد من ابناء الجزيره اللي رفضوا للسماح لمناديب الامارات طردهم من ارضهم.
قوات الامن المصريه تعاود اقتحام جزيره الوراء وتعتقل 7 من الاهالي. بس ما تقولش مصريه، بس ما تقولش مصريه. هو حد يضحك عليك ويقول لك ده عشان التطوير، ده عشان الامارات، عشان فلوس الامارات. الامارات امرت وما ينفعش العميل يعلن الافلاس وما نعرفش نسدد. احنا عايشين تحت جزم الخليج. قوات الامن راحت ونزلت وتهزقت بهذا الشكل من الاهالي. هذه الحكومه البلطجيه هم عايزين ايه؟ عايزين يوسف البيت من جوه. ليه ياخدوه؟ ليه؟ هذه الحكومه البلطجيه هي دي الداخليه. هي دي الداخليه يا رجال، هي دي عصابة السيسي. هي دي عصابة السيسي. ما اقدرش اقول ان هو النهارده بيقول دي عصابة السيسي، لان بقى لهم خمس سنوات شافوا الحقيقة بأم عينيهم، بالظلم والحصار. بقالهم 5 سنين سيسي والحرامي المنبولي، ومن قبلهم كامل الوزير، حاولوا يخدعوا اهل الجزيره بكل شكل. الخدعه الاخيره كانت العشرين عماره اللي اتحرق جزء منهم النهارده. قال لك هنسكنكم فيه. الناس بقى شالوا الطين، ولما راحوا لقوا سعر الشقه 2 مليون جنيه، بقى في ارض ملك 150 سنه اطرد منها زي الكلب واروح الاقي الشقه ب 2 مليون جنيه. هما طبعا يا فندم عاملين المشروع دوت كبديل، مساكن بديله لينا يعني، بس الكلام ده كله كذب يعني، عماير مالهاش اي لازمه، عاملين حوالي 20 عماره تمام، فبيقولوا ان هم المساكن لينا. فالعماره من دي اصلا والشقه من دي اصلا مش بتعملها حوالي 60 متر، الشقه 60 متر حوالي 2 مليون جنيه، فمين فينا اصلا هيدفع 2 مليون جنيه يقعد الشقه 60 متر؟